لم يسجنوك وفي الأوهام قد سجنوا أيا أمينا عليه الشعب يؤتمن. لم يسجنوك وفي عينيك موصلة متى أشارك إليها يسحق الوطن. اعتقلوني طوال حياتي، اعتقلوا زوجتي، اعتقلوا إخوتي، اعتقلوا ابني مجتبى ذي 18 ربيعا، واعتقلوا بعده بنتي نبأ ذات 5 أعوام. ليس لكم شرعية شعبية، لو وضعتمونا جميعا في السجن لن نعطيكم هذه الشرعية. ضميرك الحي الأبي ثار بوجه الكاذب عراني فاق الأنظمة، صوتك أدمى صمتهم أقامهم أبعادهم، إذ قلت لا موسى وما هل تسقط المؤامرة على أوالى الطاهرة. فالشعب أعلى كلمة، وأطلق قائدنا وأرجع رموزنا، إن يديكم آثمة. ظلم وإجرام، أحكام إعدام ومسرحيات. إنما هذه هي عقيدة الوفاق وقيادة الوفاق، وهي على استعداد لبذل النفس ولبذل الحرية ولبذل المال ولبذل كل غال ورخيص من أجل أن ينال هذا الشعب حقوقه. ومن لا يؤمن بذلك فليتفضل، ففي الساحة 1000 شجاع وشجاع سيتحمل. من لا يؤمن بالشهادة ويؤمن بالتضحية ويؤمن بالسجن ويؤمن بكل ما يلزم من أجل أن ينتصر هذا الشعب فليتخلى عن هذه الساحة، وسيأتي من يحملها ويصل بالراية حتى نهايتها. هكذا عقيدة الوفاق وهكذا عقيدة هذا الشعب. شعب المضحين انتفض، خذ ثائرا كي تعترض، لن تخسر اليوم الرهان، اسقط حسابات الدول بالله يا شعب الامل. فالشيخ صمام الامان، اقسم برب العزة وارفع شعار الثورة، الموت اولى للهوان. يا شيخنا لن نسلمك، اكرمتنا ما اعظمك، والان حان الامتحان. لك الوفاء، لك العطاء، لك المكانة. إعلاناتكم محترمة على جثتي أن يمس أحد من أبناء السنة هنا وأنا في هذا البلد. هو الأمين والوفاق، أغلق أبواب الشقاق، رؤياه كانت صائبة، سد ثغور الفتنة وصانع أمن الدولة، رد الدعاوى الكاذبة. كان لكل الشيعة كما لكل السنة، لم تبدو منه شائبة. يا تهما مزورة، أين الثريا والثرى؟ عدالة مغيبة. يا شيخ نبيك بالروح والدم، للنصر ثورة تطلب ثأره وليس تهزم. إن كل ضحية تضع على هذا الطريق خطوة إلى الأمام وتمنع إمكانية العودة إلى الخلف أبدا. فإن أردتم
أن تحثوا خطى هذا الشعب، فزيدوا من ظلمه ومن شهدائه، فسوف يسرع أكثر إلى نيل حقوقه وانتزاعه. rasanews.ir